المشكله هنا ان جميع الناس في الحي بترمي الزباله في الحته ديت من ساعه ما نهار البيت بتاع الاوقاف دوت، وجي رئيس الحي شافه، وجي المحافظ شافه، وجي الدنيا كلها شافته هنا، والحكومه جت كلها شافته هنا، على اساس ان هم هيبعتوا حد يعمل له سور او يبنوه او يهدوه او يشوفوا اللي هم هيعملوا فيه. بقالوا سنتين على نفس المنظر ده كده، حتى السكان اللي فيه مقعدينهم في دار المناسبات. البيت انهار بسبب فحت الاثار، الكلام ده كله كان في سنه 2013. كل اللي قدروا عليه بتوع الحي ان هم دخلونا هنا هو، وترمينا الرميه السوداء ديت من ساعتها. رئيس الحي اللي هو الجديد اللي هو وجدي، كل ما بقابله ودخلته هنا بدل المره 30 مره في قلب الدار، الكلمه الوحيده اللي قالها لي قال لي انتوا احتلتوا الدار. دار المناسبات من ساعه ما احنا ما قعدنا فيها وهي بتشتغل، مش موقفينها شغاله، يجي ميت نخرج من الساعه 5 لغايه الساعه 11 بالليل، نقعد في الشارع، ببقى قاعده في النطره في الشمس في التراب في كل حاجه، مش انا بس، الاربع عيال الثلاث عيال اللي معايا ومعاهم اطفال.